الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا منه وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء باب ما جاء وحي يمد أيوه بابيه في الصلاة صلاة كي يمد في مسجد قباء مسجد كليرة هذا مسجد قباء إن لقود كذا وحي كي يمد أو فضل أه أيوه بابيه وبسند المتقدم إلى أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة ثبت عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري الأوسي صدوق رمي بالقدر وربما وهم قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خضمة مقعي سنن كان وزياد وهو مقبول من التابعين أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصارية وكان أسيد وحوها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صوبا أصحابتي سأيو كمدأها يحدث أسيد با شيكي وحن مغلو رسمع وحو مغلو أسيد بن ظهير بو مغلو يحدث عن النبي كشيكي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صوبا قال إنو يري صلاة في مسجد قباء لود كذاه كعمرة مثل عمرة وعمر أوكلا في الأجر إيا والثواب مرك الله في ريو عمر ذيك أجر تهي وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا وذلك كاف في فضله مسجد كامرك فضل قيسى وحاكم ذا هل صلاة لقد كذاه إني لم تهي كعمرة حق أجرك يا ثوابك إيك لم تهي حديثك إمام الترمذي با تحسيني بل ونقل المزي وغيره عن الترمذي أنه صححه رقق الرساسك سوغوريا مركا وحديث صحيحة ويشهد له الحديث التالين وأمر خاتك عيا إن شاء الله وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار صدوق قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني صدوق يهيم يو عيسى بن يونس لبض بثقة مأمون قال لبض بوحير هذين حدثنا وحنا ورمى محمد بن سليمان بن سلمان الكرماني مقبول قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف مختلف في صحبته يقول أبو أمامة وحودهي قال سهل قفك مرها ديليرا مختلف في صحبته ثقديس شكك مجري قال وحويري سهل أو أبو أمامة يقول وحودهي قال سهل بن حنيف وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبني وحوري من تظهر في بيته قريقي سقفكك وظهر قاتا كدبنا ثم أتاتك مسجد قباء كدبنا فصلى فيه مسجدك دحديسا صلاة هل صلاة كد كذا كان له من كاوحا وهانيا كأجر عمرة مثل أجر عمرة عمرة ذي أجر كذوكالي أياء وهانيا سيدصو نبي صوبني عليه الصلاة والسلام حديث كان حاكم بصحيح يا لو صححه ضياء المقدسي في البختارة حديث كهرونا أيد ياهو حق معنها لبد بإسكليهن باب ما جاء في صلاة صلاة دي وحيكيم في المسجد اللقود كذو مسجد كي الجامع جامع أها مسجد الجامع وحالو يغنى ومسجد كاللقود جمع يستجامع ليلة هذا مركا وكفضل بذيها كان حافظها كيالون لقود جمع يسنن وحاك فضل بذن متك جامع اللقود جمع يستو ka fadligiisa marka wixii ku yimid ayuu u baabiyay wabihi ilayhi qala rahimahullahu ta'ala hadathana hisham ibn umar ad-dimashqi saduq qala hadathana abu al-khadab ad-dimashqi nikani magciisu wa hamad wa huwa majhulun tafarrada bihi al-musannifu qala hadathana zurayq abu abdullah al-alhani al-himsi saduq lahu awham tafarrada bihi al-musannifu an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala أنا صوحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوباني وحوري صلاة الرجل ننكي صلاة ديس في بيته أو كد كذاه بصلاة واحدة أي تعدل وحي لأكتاي أدغانتا بصلاة واحدة هل صلاة بي أدغتا قف قرغيس إنو كد كذون ومعنها وحالو لجيدا مكانك أو أه قرغ أو كد كذي صلاة أو مكانك أو كد كذي وحب أكرد مايو لكن تضعيفك إلهي متنا وبلن قادوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وليه لكن بخصوص صلاته في بيته وكد كذي مكانك أو قريقي ساهي صلاة دي سوحبكم كردينيو
وسلاته رجل كسلاديس في مسجد القبائل حافظها مسجد كذا وكذا كذا هنا تعدل وحي ودقنتا بخمسين وعشرين صلاة شن يلا باتن صلاة دوت وجماعة واي مسجد كا أو تجا مركة فضلك وضرا يا مركة مسجد كاسا مركة فضلك يسوي حو جارسينا يا إيه جماعة ذا شن يلا باتن وسلاته في مسجد القبائل قبائش حافظتك قيس قيس إسلاد دقن أما قبائش إسلاد دقن مساجد ذا أي سميستان واي لكن أنا لقو جمع سنين وسلاته سلاديس في المسجد أو كدو كدو الذي مسجد كاسو يجمع فيه مسجد كدحدي سلقو جمع سنة ينا تعدل بخمسمائة صلاة شنبقل أو صلاة ضد أي أدقنتا وسلاته سلاديس في المسجد الأقصى مسجد كيفوغا إيه كفوغا عن المسجد الحرامي صلاة أو كدو كذا هنا تعدل وحي أدقنتا بخمسين ألف صلاة كنتن كن أو صلاة ضد وسلاته رجل كسلاديس في مسجدي ومسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام أو كدو كذا هنا تعدل وحي أدقنتا بخمسين ألف صلاة كنتن كن أو صلاة بي أدقنتا وصلاته صلاة الرجل في المسجد الحرام أو كد كذا المسجد كحرمة لنا بمئة ألف بي أد بمئة ألف صلاة بقول كن أو صلاة بي أدقنتا سيدا سان نبي قال لقصو قوري صلى الله عليه وسلم حديث كان سنة كيس وضعيف وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية نوحو كير هذا حديث لا يصح حافظ كن نفس دي سوحو لسنده ضعيف وضعفه المناوي في التيسير وقال ابن المفلح في الفروع لا يصح إمام ذهب نوحو لي حديث كنواب منكر نكارد نوحا لغيابا إني أغتمد حقا مبالغة كسو أرورتي فضيلة صلاة في المسجد الثلاث محايلة حديث الصحيحات كأنت ويك يرتوى مركا فضيلة فرها بدن إلا قوش حديث كان بالغة يابا إني نكارد حقا إغتمد لكن حديث كن مركا استوى ضعيف وحديث كان أدو قد ذالي الحافظ ابن عساكر سكدي إنه ضرق وكان حديث كان لكن لم يجد لهذا الحديث طريقا آخر أمهل حديث كمرك وضعيف وليس له مساند ولا متابع ولا شاهد لو مهي كل أمهين يحيك لو متى نهي وانت هذا اللي أقول حديث كمرك وضعيف باب ما جاء في بدء الشأن المنبري منبرك النبي عليه الصلاة والسلام شأنه سي حالك سي باللوغ سي وحي كي مدأي أبابه أسبابه كي النبي منبر إن الله سمعي إيو أحواشي متى نمبرك اللغو سمعي إيو وحي منبرك اللغة سمعي النبي انت صورة مبابك نقوها اللي دونا إن شاء الله تعالى وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي صدوق مصيب لرأي جهم وقد تفرد به المصنف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة فقيه ربما وهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين عن الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري ثقة من كبار التابعين عن أبيه وأبي قال صحابي سوحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبني وحوها يصلي إنو دكان إلى جدار مستقبلا حال أيها النبي قابلي إلى جدار إلى جذع إلى أصل جذع تير سلكيس بو نبي اسكو أدي جرمرك الدكان إذ وقت كان المسجد مسجد كان نبي عليه الصلاة والسلام عريشا عريش أو أهايو أي كور أي كسار نايين سانقاف أو أهايين بل كي علينت متغانه جيدها متغانه تمرتا إذ وقت بو نبي الدكان جذع كان المسجد عريشا وها وكان نبي صوبان نوحوها صلى الله عليه وسلم يخضب إنو خضبين مستندا حال كونه مستندا أسقو كتير سنة إلى ذلك الجذع مركو نبي خضبين ينا جمع ذا أما أمد أو وعدين ينا نبي كتير كايو كتير سجري فقال مركا رجل أو من أصحابه من نبي أصحابتي سكمدها وحوري هل لك رغبة يا رسول الله رسولك إلهي أمد نيسا أن نجعل لك شيئا في أن نجعل لك شيئا شيء أنكو سمينو شيء صوم مرتفعا ولبسر يو تقوم عليه شيء دشي سأتكو دل استاكتد يوم الجمعة مالين تجمع ذا حين تعيد الناس صدتك مركض وعدين سأتكو دل استاكتد مكو سمينا رسولك إلهي قال مركاس النبي صوبني وحوري صلى الله عليه حتى يراك الناس صدتكو هاكو أركاني وقت الخطبة هلغو أركو تسمع وتسمعهم دتكنا أدمق وتسمعهم أدتكنا أدمق شيسد خطبتك خطبة ذا مكوسة مينا شيء مرتفع قال نبي صبا وحور نعم لي رغبة في ذلك فصنع ننكي له
نبي صوبا عليه الصلاة والسلام ثلاثة درجات سدح جران جرى يو أسميي منبر سدح جران جرى لي وو نبي أسميي فهي مركة فهي أي درجات ثلاث سدح دام متمتان جران جرى التي تيوية أعلى المنبر منبر كأغسى الرئيسي قيبت أغسى الرئيسي منبر كسدح بيه دو فلما وضع فلما صنع نمرك نبي الله سميي أو وضع المنبر لرسول الله الله صلى الله عليه وسلم وضعوه وحيس ديغان في موضعه موضع المنبر بي ديغان الذي موضع صو كان المنبر فيه موضع دحديسة الآن هذا أو كسوغن يهي صحابيكو مركاسو أمتانا أيو أبيو شيغيا حدا مرك ماشو منبر النبي أو يالو بي مركي أي سميين ديغان فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوباني مركو دوني أن يقوم إنو استاغو إلى المنبر المنبر باللو سميي مر نبي صوباني وحوسي مري إلى الجذع الدقب كيبوسي مري الذي جذعيه سو كان نبي صوباني أو أها يخضب إنو خطبين أيو مستنيدا حاله نبي عسكاني أما كتير سني إليه جذعيه فلما جاوز الجذع نبي مركو تيركي دافي خار وأو دواقي وأو أوي تيركي حتى تسدع إلى أو دلدلاعي أو الشق أو نمبل ميبا أو يندردد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صنب ما مركز من المنبر كسود ديجي لما سمع النبي مركز مغلس أو تلجدعي باو نبي كسود ديجي منبر كي فمسحه النبي صوباني بيده الشريفة أيوكم مسحي جدعي حتى سكن إلى أو آم صوح سلي كدبو ثم رجع النبي صوباني وحو اللابت إلى المنبر فكان مركا النبي صوباني وحوها إذا صلى مركا ودكان أيو صلى إنو دكذو النبي صوباني أها متوجها حال كونه متوجها إليه إلى الجدع فلما هدم المسجد مسجدك مركا لدمي أو وغير لبدلي ومركا مسجدك لكردين أيو متغن في زمن عمر أخذ ذلك الجدع دقبك أمتيرك أبي بن كعب ومن تحديثك أنه متى نشيغي أيا قاتي وكانت مجدع قاسنا عنده عند ابن عند أبي بو في بيته قريسك أها حتى بلي إلى أو باليوبي وفأكلت الأرضة أبورك أو عني أو عاد أو أهاضي أي صار رفاتا بربر أو نوضي أبي بن كعب باهي جري جدع قان متى النبي وأو يدرى ديسا وانا معجزة متى قانهاي وين واي نبي الله عيسى وحا إلهي سيه إنو أمد قف لنتي أو نوليو بإذن ربه أو كن نوليو مركا الشي نولولي سوام مرتي أما نولاجري أما مثل كيسو أو نولادو إن نولولا كيناهي مركا الله فيريو شيان أسلام بوح نولولا سوام مرين وكلا غريب سيهن مركا معجزة نبي سيوين صلى الله عليه وسلم حديث كان حديث كان نكال إلى إمام البصير رحمه الله تعالى وحولي هذا إسناد حسن مركا سدح ذا جران جرى أيو لها ننكا سحابيقا أيانا كلتا ليا نبيقا إنو سمييو وحانا أسو سمييسا قبر با أدون كيدو قدرتيو نبيقا مركا دنبو أسو سمييسا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه نبيقا إنا مركا الله أفسدي نبيقا جران جرى ذا سدحات بو نبيقا كوخد بيجري أبو بكر مركا خلافة ذا قبصدي نزل درجة عن درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنلبات بوكو خد بيجري مركا أبو بكر أو دنتو الله أفسدنا نزل عمر درجة تسدحت بو أصلا متغانيكو أيوكو خد بيجري تأدبا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لكن مركا خلافة دي عثمان لقى رصيد عثمان وخلافة قبصدي يساقو وحو اللابت إلى رأس المنبر واللابت إلى درجات كيابا بدا ماذا تيكو بد نبيغا خد بيجري تير لباد أبو بكر تيسا دحادو اوغو هوسيسان عمر باكو خود بيني اي عثمان با عمر باكو خود بيني إساقو مركو حو اللابتي تيكو بادو مركز اللابتي وانا عمر اسكبانان وحبا ديباتا مالهان راقو هرانا تأدو بي اوغا تاقين وانا اسكبانان تاين تنكورا اي قوت خود بيان هذا واحد ديباتا مالهين مركو مالين خلافة دي متان عباسيين تحيل قلجو بانين خليفة هو خلافة دي عباسيين تاكمي ذا وحول الهلية مجتمعي بلشدي أو نن حوالي أو الهلية مضحو وهاي مركزه حوجا سيد عثمان أرين تاسكود دريو وحوله وحنلية بن هيوري أبو بكر بات تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل درجة عمر باهدنا نزل درجة تأدبا مع أبي بكر مركزه عثمان وحوله بوري من مركز غيبت وصرس وحنلية بن أرين تاسكود دريو
لعله انه تنقيس ولا جيده واسكا معقول اني تعجب نوع عاسون بغير تنقيس انا ولا جيدي كريا الله اعلم مركا رجا حاضرين تاهينين عقلي بدن با وحو كيري يا امير المؤمنين عثمان وحوري وحو كميديه ان عثمان لمن امن الناس عليك سيدنا عثمان ددك اديغا غلدا كوغله او احسانك كو سميه ددك اوغو كوغو احسان فاليد بدن وا سيد عثمان باور مركا سوري وكيف او سيدو اني غلط خاري ايغو سميه وحو وري هدي لو جعل كل خليف ينزل درجه عن الذي قبله لخضبتنا انت من قعر بئر نور هدي نول بنينك كسوكيه او كدنبي او درجه سي دغلها او ربني اميو 132 سنه ميدل بهوس ودغلها او كو كا هوريو لو سو دغلها ادو ما تخاد نو خطبه لهيد عيله دحنا نو خطبه لهيد مركا شيخ وحو توسينيا اني سن ديباتا لهين متان تنقيسنا لو لما جيده طبعا حديث كسند كيسو حسن كما قاله البصيري وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة قال حدثنا بهز بن أسد العمي ثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار ثقة عابد عن عمار بن أبي عمار المكي صدوق ربما أخطأ عن عبد الله بن عباس إيو وعن ثابت وأوكوريي وعن ثابت ومعضوف على عمار بن أبي عمار وننك لري حماد با لبا طريق حديثك كولا مرة حماد وحوك وري حديثك عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس ومرك ومن مسند عبد الله ابن عباس مرنا حماد وحوك وري عن ثابت عن أنس بوك وري مرك ومن مسند ابن متان أنس ابن مالك مرك وعن ثابت حماد سيد وعمار وقوري وعن ثابت ابن أسلم البناني وتابعي ثقان وحوك وري عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي صوباني وحوها يخضب إنه خضبينيو مستندا حاله نبي عسكاديو إلى جذع كتير سدي فلما اتخذ المنبر منبر كان نبي مركو سميستي ذهب النبي صوباني وحو آذي أو آذي إلى المنبر ليخضب عليه سوء خضبينيو فمركو دقبكي أو دافي فحن الجذع دقبكي با مركو أولولي فأتاه النبي صوبان با أيمت فاحتضنه مركاسو نبي بق ساري أو غبتي فسكان مركاسو حسلي واجد عقية فقال مركاسو النبي صوباني وحوير صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه هدانا بق ساري لهين لحن وبكى إلى يوم القيامة انت لقى قاري قيامة وووي لهي قيت كاسي لكن متانا تاسبا متغنه أساس بو مركا أحسلي قيت كيوه حديث صاحب زوائد وحولي إسناده صحيح ورجاله ثقات الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إسن حديث كان وحوري هذا الإسناد على شرط مسلم ويشهد له الحديث المتقدم كاسكيه ومرخاتك عيا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري صدوق تفرد به المؤلف قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه عن أبي حازم سلمة بن الدينار ثقة عابد من سقار التابعين قال أبو حازم وحوير اختلف الناس ضدك بائسكم من دافي في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبا منبر كيسا من أي شيء شيء غيبو هو منبرك حقي سكاء هذي بمعنى محل لغا سميي منبرك النبي وحو حقي سكاء هذي وحلو لجيدا وحي اسكو خلافين محا منبرك النبي لغا سميي فأتوا مركاسي وحي أتغين سهل ابن سعد بي أتغين فسألوه مركاسي ويدينو فقال مركاسه سهل وحوري ما بقي أحد أحد ما أوصنهر أحد كاسو من الناس كمذا على وجه الأرض كما باقي النقون أحد كاسو أعلم به بالمنبر مني أني حقيقة أغال بدن حقيقة يقينو دموي دنتين هو منبر كالنبي من أثل الغابة قشة وموضع أدوى مدينة أدوية قشة ليرا غابة دور حنتي دي دور حنتا حقيقة دي بلغة سمي دور حنتو واقيدة دادير طبعا حقيقة قلبتك يقنان أمالينا أنا ما أغان قيتكس من أثل الغابة قشة دور حنتي دي بلغة سمي بويري عمله وحا سمي فلان مولى فلانة أها هبل لنك الله دي هجرو هبل مولى هيدا متن مولى هبل إي مولى أهد بس ميي هو متى أنه مولى سنة نجار بوها قيادة قرأي وها فجاء مرك به بالمنبر بو مرك كاني أولا يمت فقام النبي صوبان عليه منبر كي دوشيس أيو كو استاغي حين وضع مرك الله ديغي فاستقبل القبلة مرك صو نبي صوبان قبلة دي قابلي وقام الناس داتكينا وي استاغين خلفه النبي صوبان قداشي سي استاغين مقتدين به أيغوكو ديانايا
حتى النبي مركي هور صلاة من بركة دوشي سوكو دوكاني سلو أركا أفعاشي سلوغا نغليو نبي مركة من بركة دوشي سو استغيو صلاة دي بوحرتي دات كينا دات نبي كدام بينا أيغو كديانايا فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبان مركة وو أخريي فاتحة دي إيا سورة دي بو أخريي كدبنا ثم ركع نبي والركوعي ثم رفع رأسه من الركوع مركه الركوع دي كسو لابتي مركه سجود للرب فرجع النبي سبحانه وحو اسو لابتي الى القهقرا القهقرا غدال غدال بو النبي اسو لابتي حار شارحنا وحو ليهي وهذا عمل قليل لا يبطل الصلاه وقد فعله صلى الله عليه وسلم ليظهر كيفيه الصلاه للغريب والبعيد ولبيان جواز هذا العمل فلا اشكال مركه فيه حتى سجد بالأرض على الأرض إلى أرض دعوك السجود والنبي قدب الصوان نغضي ثم عاد النبي صوباني ركع دي اللبات إلى المنبر بو اللابتي فقام مركز النبي صوباني على المنبر كو استاغي مركو مت سجودي لقارنا ثم رجع القهقرا قدال قدال بو نبي قصو اللابتي حتى سجد بالأرض إلى نبي صوباني هدنا أرض دعوك السجود حديث كمسلم إيا بخاري لابد بوائي صو سارين مركا نبي منبر كيزا ميشا قابد اللي راهدو جيدها كبحو دور حنتا لغا سميي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بشر بكر بن خلف صدوق قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة عن سليمان بن درخان التيمي ثقة أحد السادة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قضاعة العبدي ثقة من التابعين عن جابر بن عبد الله قال جابر وحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوباني وحوها يقوم إنو استاغيو إلى أصل شجرة بو استاغي يقوم النبي صوباني واستاغي مستندا إلى أصل شجرة جيت سلك إذا صغوا عقصانية أو قال وحوري راوي واشك الراوي إلى جذع إلى أصل جذع دقب سلك إذا صغوا عقصانية بو النبي صوباني استاغي كدب لكن ثم اتخذ منبرا انت كدب نبو منبر بو يشي أسبابها كان منبر كإن الله سمينا وانصومرنا يو صحابة النبي كل تليا بعد قوضا قال وحوري مركز صحابي وجابر فحن الجذع دقب كيبا أولولي قال جابر وحوري حتى سمعه أهل المسجد مسجد كدتك كجرنا إلى أوينتي سأي مغلان حتى أتاه رسول الله أيو أوينيي إلى نبي صوباني أوغييم صلى الله عليه وسلم فمسحه مركز نبي صوباني قعنت مريو مسحي فسكان مركز دقو حصلي فقال بعضهم وحيدا هنا مقصة حابة غار كودي لو لم يأتيه نبي حدو صنو إماله ينن لحن الجذع إلى يوم القيامة وأو أولو لها سداس بير هذين حديث كسند كيسوا الصحيح كما قاله البصيري وقد أخرجه النسائي عن جابر بسند آخر أصنا الصحيحة الحافظ ابن كثير نوحوري حديث كان هذا على شرط مسلم مركوا صحيح باب ما جاء في طول القيام استاقي لركيسي في الصلوات صلاته دحدود لغو دهريه و خي كيمد ايو وباب يحي باب كان مصنف كو وخه اوغه حدليا صلاتها سنه او خاصه صلاه الليل كا ما وحا فضل بدن قيامك ان لا دهريه او قراده لا دهريه مس كثره السجود والركوع با فضل بدنو قراده ان تلا غابيو ركوع دي سجود لا غابيا فضل لا بديا فضل بدن لبدا سو اوغه حدليا وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي صدوق وسويد بن سعيد الحدثان الهروي صدوق يتلقن لكن وان سوءغاني مصنفك قبل متانه قبل اختلاده نوح كوريي قال لبض بمانتنا ومغرون قال لبض بوحيد حدثنا وحنا ورمي علي بن مسير القرشي ثقة له غرائب بعد أن أضر عن الأعمش وسليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالرجال بالقراءات من صغار التابعين عن أبي وائل وشقيق ابن سلامة الأسد ثقة من كبار تابعنا أعمش مدلسين تو كميديهي مدلسين تو كميديهي لكن وحان صوشقنا قاعدة عامة عند المحدثين وأه ننك مدلسك شيخي سلقويقين مركا وحكا ورين أيو هدور بها عن عني ومحمولة على السماع عن عنداس شيخ أو ملازم يجري مركا ومدلسك وحكا ورين أيو أنتي سوح مربتو مركا أعمش رقا أو لازمي وحا كميدا أبو وائل با كميدا أبو صالح أو متاني أصمان با كميدا إبراهيم النخعي با كميدا رقا صوكا لمركا وحكا ورين أيو حتى وإن عن ذي سوى محمولة على الاستمت اتصالي سيدا صوب مطانا الشيقا ننك اللي راد الحافظ ذهبي في الميزان ساسو كوير وأنا قاعد عامه علماء اللي هنا ومحدثين تردن كرد حيو أعمش كلي خاصكم أهنون
عن عبد الله بن مسعود قال وحوري صليت عبد الله بن مسعود وحوري صليت ذات ليلة من الليالي غورها بين أه أو هبين ذا كمدة بن مع رسول الله لدك ذي صلى الله عليه وسلم فأضال القيامة مركز النبي استاجي ديري فلم يزل النبي صوبني كمزول صلى الله عليه وسلم قائما إن ويها النبي تاجا حتى هممت إلى مركز دم بأن دم عموري بأمر سوء أرنحن تندالي واتكي سنواي قلت مركزا وحان إريبور أبواء البادهية وما ذلك الأمر الذي هممته يا عبد الله يا عبد الله أرنك أدهم سمحوي قال وحوري هممت وحان دونيبا أن أجلس إن فريستو ومتى قيامك النبي ديرك أو ديري عريسك ويها دراديس أو أترك ونبي صوبان أنك توقف فرد إسك قد كدو ما دام صنع فرد إلو قد كدو يبنان تاي ساسان دم عرسو نبي أو ديريني قنوتك أو ديريني دراد ديدا علماء دونا ويسكو خلافينو أهل العلم ويسكو خلافين يا فضل بدن صلاة النفل صلاة الليل كأما صلاة النفل ما كثرة السجود والركوع با فضل بدن ما صدور القيام ما فضل بدن فقال بكل قوم من أهل العلم متكستوك مدنا رق أهل العلم باكو دواقي لكن إمام الشافعي رحمه الله تعالى إيو أبو حنيفة يقو حيقبا استاقي إن لدير إيو تصاف اللي بدن أو قرادة لدير تصاف اللي بدن رق أهل نوحي اللي المي قرادة هل لقابي الركوع دي سجود سي أبطان لبدا بواؤون متغناي وخلاف بين أهل العلم كاربتا تصميني سلاكي مذهب الشافعي ونعاس وبه إليه قال رحمه الله تعالى حديث كذا أن مرينا وحصو صار البخاري مسلم وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار الدمشقي صدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ عن زياد بن علي علاقة بن مالك ثقة من التابعين وقد رمي بالنصب سمع المغيرة يوم غلي يقول المغيرة لهي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبا أي في صلاة الليل استاغي صلاة الليل بلول جيدا حتى تورمت قدماه إلى نبي صوبا لبدي سقمد أي بررن استاغ أوتغنا دردد فقيل وحلر يا رسول الله قد غفر الله لك إلهي وأكو دافي ما تقدم وحي هرمري ومن ذنبك ذنبك هذه كمدا إيا وما تأخر ما حدثنا سقود بيسا قال مركز ونبي صوبا وحوري صلى الله عليه وسلم أو هدي إلهي إذا بدافي أفلا أكون ميانا أهانين عبدا أدون شكورا شكري بدن ومتان قرنا ينعمتان نعمد إلهي سي ميانا أهانين استداس أي مكان نبي جوابي صلى الله عليه وسلم إمام القرطبي وحو إليه رقان سوي ديني نبي ويري إلهي ذنبك هذا وابكو دافي محاد سوري بيسا رقا يري وحي ملينيين نبي عبادة دي سويني أهد خوفا من الذنوب وضلبا للمغفرة والرحمة سيدا دراد دا قفك هدو مركو رؤو عبادة سنة خوفا من الذنوب وضلبا للرحمة إذن بيكي سيلا دافي لا يحتاج مركا إنو أسلبه ساسي ملينيين لكن نبي وحو فهم سي إني جرتو طريق آخر الله عبادة يستو وحانا ويان الشكر على المغفرة شكر قدوة على الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة مركا نبي عبادة يستو ذنب دافة هشد ما أهين شكر بي أهدو ساسو مركا نبي فهم سي صلى الله عليه وسلم وحاك لو حديثك لغا قادان يا قفك نفسد دي سينو كرد بكارو عبادة أو كرد بكارو وإن أضر ذلك ببدنه هذا ابتسل هذا النبي كأركينه حيال النبي عليه الصلاة والسلام أي سيدة سمي إساقو أق إلهي إنه ذنب دافي محادو ما لين إسامر كقفك أن أغين إنه ذنب دافي قفك أن أغين إنه أهل النار إنه أهل الجنة محادو ما لين إسا هذا قفك أسئل أسربوا من باب الأولى وإن أضر ببدنه لكن شرط وحاكو حيلا سو حافظك الشيغي إنه قفك أسمالل إيسام إيسام متان أرنتو إيقارين لكن انت اودي كرو ان مال الايمانين انه قفكو ودو عباده بتصدا وخبا ديباتا مال هنو الا قفكو مسيركيس ما با يقان marka inu si dadalo لا باس حديث كان بخاري ومسلم بالابدوا سو ساري وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو هشام الرفاعي الكوفي ليس بالقوي ومحمد بن يزيد مقعيسو قال حدثنا يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد ويخطئ كثيرا قال وحوري حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءة من صغار التابعين عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة ثبت والراوية أبي هريرة كان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبني وحوها يصلي إنه دكانيو حتى تورمت قدماه لبدي سقو مدود إلى أي بررين فقيل الله نبي صوبني وحال ويري
إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محد سود بيسا قال مركز النبي حوري أفلا أكون عبدا شكورا ميانا أهانين حديث كان ومما تفرد به المصنف لكن بصير وحوليه حديث كسند كيس هو صحيح احتج مسلم بجميع رواته حديثكم مركز صحيح واي حديث كهر مسلم بخارنا وأمر خاتك عيا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا بكر بن خلف أبو بشر صدوق قال حدثنا أبو عاصم أن نبيل الضحاك بن مخلد ثقة ثبت عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ثقة فقيه فاضل عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق من التابعين صدوق مدلس من التابعين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر وحوري سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي سبحانه وحل ويدي أي صلاة صلاة تيبا أفضل فضل بدن صلاة قيبه ذات كيبا أغفضل بدن قال مركز النبي سبحانه وحوري دول القنوت با أغفضل بدن أي ذات دول القنوت قنوت كان هو القيام استاقيد صلاة أوديريها أغفضل بدن سيدان هو مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة سنصوم مرنيو الحديث عن صوش عنه نوحي عدين يسان نبي قيام كديرين حتى تورمت قدماه مرك النبي قال ويدينا نبي وحورق صلاة استاقيد أوديريها تاسا أغفضل بدن أيو نبي يري حديث كان سنة كيسا متانا وصحيح وحنا كجر ابن جريج يا أبو الزبير أو الله بدب اللب مدلس وقد عنعنا في هذا السند لكن الله بدب ولا متابعي يو صفيان محمد وحام متابعي نك ليرا هذا نك ليرا ابن جريج وعن أبي الزبير كلوري صفيان بام متابعي عند الترمذي سدوا كلا نك ليرا أبو الزبير عن جابر وحا كلوري أو متابعي أبو صفيان عند مسلمين وغيره حديث كما كان مسلم بابا صوص عربه دروغ داس أنسو شيئنا مسلم كسو صاري لكن سنة كان رقا مدلسين تاكو جري تسوى الله متابعي باب ما جاء في كثرة سجود ومتغانا هاي ومذهب كي كالو دهاي سجود إن لبدي أيا فل بدن مذهب كي دهاي حديثي سواي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار الدمشقي صدوق وعبد الرحمن بن إبراهيم الدحيم الدمشقيان لبد واره الدمشقي الدمشقياني قال لبد حدثنا الوليد بن مسلم القرشي ثقة كثير تدليس والتسوية عن قال وحور حدثنا وحان ورمي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخضئ عن أبيه ثقة حافظ عن مكحول الشامي ثقة فقيه من صغار التابعين وكان كثير الإرسال عن كثير بن مرة الحضرمي ثقة وهم من عده صحابيا أن أبا فاطمة الليثي مقعيسنا ونسبا كان ليرا هذا حدثه قال وحوري وصحابي قلت يا رسول الله أخبرني إيغا ورن وإيشك بعمل عمل كسو أستقيم عليه عمل كدوش إيسا أنكو سغناده أو أعمله أنكو رغمو عمل أنكو دل سغناده لازم وإلهي سبحانه وتعالى أكتيس أن أقبت باده أنكو رغمان إيشك قال مركزو نبيك سوبني وحوري صلى الله عليه وسلم عليك بالسجود السجود لازم نبيكوري فإنك أدغو لا تسجد لله سجدة إلهي درتيس سجود أم سجودد إلا أدو سجودد رفعك الله إلهي وككوري ليا بها سجودا سببت إذا درجة بو الله ككوري ليا وحض إلهي وهو بنيا بها سجودا سببت إذا عنك حقاد خضيئة سيئة بو كهو بنيا مرك سجود لازم ساسو نبي صوباني أو كيري صلى الله عليه وسلم حديث كإمام السيوطي با متغنى في الجامع كالتحسيني وقال المنذري رواه ابن ماجه بإسناد جيد حديثك شواهد نواليه وأخرجه النسائي من طريق آخر بإسناد صحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي صدوق ثقة قال وحوري حدثنا الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ثقة كثير تلديس ومتان والتصوية قال حدثنا وحنور موري عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة فقيه جليل شيخ الإسلام قال وحوري حدثني وحنوي ورمي الوليد بن هشام المعيدي ثقة قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري ثقة من كبار التابعين قال معدان وحوري لقيت ثوبان أيان لكرمي ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له مرك ثوبان وحنكو إربور حدثني حديثا يا ثوبان ثوبان حديث إشاك عسى الله إلهي وحمديه أما متى أنا أن رجيني أما إلهي حقيقة كيهبا أن ينفعني به حديث كائن أو أنفعه
on inta ku dhaqmo alla igu anfaca laga yaabaa ii sheeg buu yidhi qaala macdan wuxuu yidhi fasakata thawbaanu cannii thawbaan shib buu uga yidhi bu uma cutu waan ku laabta buu yidhi faqultu milahaa maqaaladii horoo ahayd xadiidnii xadiidan oo kale ayaan idhi fasakata haddana thawbaan can iljawaabi waa ka aamusay ثلاث مرات صدح مربون كل عليني انت بوك أمسي فقال لي مركز ومركز دنبا وحوقير وري عليك بالسجود لله الله درتي سيناد السجود اللازم فإني أنا سمعت رسول الله بن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول نبي ودهي ما من عبد مجري أدونك سو يسجد لله سجدة سجود سجودي إلا أجري رفعه الله إلهي أدونك وكريلا بها سجودة سببت ذا درجة وحض إلهي وهو بيا عنه أدونك حق سبها سجودي سببت ذا خضيئة إلهي قف بوكه بياه سدايا البويري حديث كنوا صحيح إمام مسلم با في صحيح كسو صاري قال مركا معدان وحوري ثم انت أكذب مركا وثوبا سدايا إيشيغي لقيت أبا الدرداء سحابي قاسان لكل مي فسألته سحابي قاسان حديث كي ويدي فقال مركا أبو الدرداء وحوري مثل ذلك أي مثل ما قال لي ثوبان ثوبان سيد ويجري وكلا أبو دردان إيشي يقول برك برك هو أحاديث أي حجي استنع علماء دقبتا نوافيش إن سجود ركوع الله بضي فضل بنا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي صدوق يخطئ تفرد به المصنف قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ثقة كثير التدليس لكنه صرح بالسماع عند أبي نعيم في الحلية عن خالد بن يزيد بن صالح ثقة المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس الحميري ثقة عابد من التابعين عن السنابحي عبد الرحمن بن عصيلة بن عصل بن عسال عسل بن عصال المرادي ثقة من كبار التابعين عن عبادة بن الصامت أنه عبادة سمع رسول الله بمغلي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صبنا دهي ما من عبد مجري أدونك سو يسجد لله سجدة إلا أجري كتب الله إلهي وقرى الله أدونك بها سجود سببت حسنة إلهي حسنة أقرى ومحى إلهي واترى عنه أدونك حقي سبها سجود أو سجود سببت سيئة حمبا الله أغترى ورفع إلهي وكريلا وكريلا له أدونك بها سجود سببت درجة بو كريلا فاستكثروا من السجود سجود إلهي هذا السجودان بضي ساسو نبي قصو بنيري صلى الله عليه وسلم حديثك وحوليه بصيري وحوليه إسناده حديث عبادة ضعيف إسناده حديث عبادة ضعيف لتدليس الوليد ابن مسلم لكن ونسوه أنه صرح بسماع إنك صودا بقات كقدم بيا أمة حديثك أمة عن كوري لكن مر ولبا سندك ضعف حتى هدوغلو متن قوى صحيح بالأحاديث التي قبله إلى أحاديثه رنبوك معنية باب ما جاء وحي مدي بابي هي في أول ما يحاسب به العبد الصلاة أدونك وحى الله حسابين أيو وحى أغوه الرأي إلهي كلا مناقشون أيو وصلاة دا وحي كويمد أيو أبابي هاي تانا وحى الله لجيدا حقوق دا إلهي أدونك إلهي ورسان أيو وحى أغوه الرأي أو لغلا مناقشون أيو وصلاة دا إذن قفك استمرك رأس مالك دي وصلاة دا صلاة دا هدي هقاكتو وحى كدن بي وي هقاكين هدي صلاة دا هقاكي وسنا وحى كدن بي وحبا مقبانيان سيدا دلد مرك صلاة دا ورأس مالك قفك مسلم كأهوى أو مر والباب أو كت شنيه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال لبضب حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسدي ثقة متقن عابد عن سفيان بن حسين الواسدي ثقة في غير زهري عن علي بن زيد بن جدعان إن كان وضعيف لكن تابعه الحسن البصري عند أبي داود عن أنس بن حكيم الطبي مستور من أوصاد التابعين قال أنا سوحوري قال لي أبو هريرة وحويري إذا أتيت داد أوتكت أهل مصرك مقالد هذا أهل كذا يرقى كل دقن هدي أد أوتكت فأخبرهم أشاك أني أنا سمعت رسول الله إن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صبان ونهي إن أول ما شيكا أغو هريا ما قصو يحاسب به ما قبى العبد المسلم لحسابنا يو الصلاة المكتوبة واي سيدا سنبقى كما قال أشاك فإن أتمها هدو صلاة تاميالو كتبت له تامة عيدو تامها اللو قرية وإلا هدو سن تاميال أي وحقلان صوماها قيل للملائكة وحلق ليه انظروا بالفيرية
إلهي باكو دهيا جل جلاله هل له أدون كان من تضوع أي تضوع وحسنان كان من ليهي فإن كان له للعبد تضوع أدون كي مركا دو وحسنان أو سميستي أو صلادها سنة أو كدرجري وكملت الفريضة فريضة دي والا كاملية ليا وانا لبوحنيا من تضوعه تضوعي سلقة كاملية ليا كدبنا ثم يفعل بسائر الأعمال أعماشي سأوكالي سيدة الصوم كي يزكدا عماشية متى المفروضة إلا فرضي إلي مثل ذلك سيدة سوكرا لغو سمين ياهو وحواجبك وحكار المسونان تعلق بوحين يا سيدة سونك يزكدو سونان تعمرك لغ بوحين يا حديثك أبو داود باسو ساري سنة كي سنة وحا كجرن كليري علي بن زيد بن جدعان أنصو أغان إنو ضعيفة لكن قد توبع بل دروغ دي متابعين سنة وإيمان سهل مرة ما حديثك حكمنا مرة وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ثقة حافظ قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي ثقة إمام حافظ قال حدثنا حماد بن سلامة بن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت عن داود بن أبي هند القشيري ثقة متقن من صغار التابعين عن زرارة بن أبي أوفى العامري ثقة عابد من التابعين عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة كان وسنة صحيحة وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثقة صاحب الشافعي قال حدثنا عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي ثقة ثبت صاحب الجرح والتعديل ونشيخ أحمد بن حنبل قال وحوري حدثنا وحنا ورمي حماد بن سلامة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت قال حماد وحوري أنبأنا حميد بن أبي حميد الطويل بن ورمي ثقة مدلس عن الحسن بن أبي الحسن البصري من ثقات التابعين عن رجل أو لقرن ومفهم عن أبي هريرة والسند كلام جدا سند كان إلى أبي هريرة قارين إساقا إمحا كجرا نكا مفهم كاها كجرا وداود ابن أبي هد النوائي وأوئي ورمى أيو ليه داود ومعضوف على حميد حميد أو حسن كوريني وحاكا قاضي حماد صوماهن مركا حماد وحول ليه حميد بائي ورمي وداود ابن أبي هند النوائي ورمي عن زرارة ابن أوفاء العامري ثقة عابد من التابعين عن تميم الداري وسنة كهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صوباني وحوري أول ما شيء كانوه هريء يحاسب به ما قبى العبد يوم القيامة لحسابنا ومن أعماله أعماشي سكمذا صلاته المفروضة صلاة الله فرضي ليواي حقوق ذا قفكاس ابن آدم كدحي ودي قال له هرمريا لكن حقوق ذا إلهي أدقين كده حيسا صلاة الله هرمرين أيام فإن أكملها مرك قفك أصدو صلاة تاملة أدوان كاسي أو وصلها تامة كتبت له وحال الله قرية نافلة بان الله قرية نافلة سوى كاملة إيا كاملة هذا نافلة لها صلاة دي سفراتك هتام بين نغطي نافلة دي سوى تامة نوال الله قرية أو زيادة أوه. لكن وإن لم يكن أدوان كهدو صنعين أكملها فريضة دي إنو أمام مفروضة دي إنو متى تامية لي أو كاملي هذو سنهين قال الله تعالى لملائكته إلهي ملائكتي سوحوا كل يوم انظروا هل تجدون لعبدي من تضوع أدون كي وحسنا من ليه وما هيستا فأكملوا هذو هيستو بها بالنافلته ما كنا ما يستر ضيع أو كضيع أو كنسغامي من فريضته فردك لغلها ثم كدبنا تأخذ والقاضي الأعمال وحلو لجيدا تقبل منه الأعمال أعماشي والقاضي هو لقاقبليا على حسب ذلك المذكور في الصلاة سدا صلاة لغو سو شيغه او كلي قدر كده اعماشي لوغا اقبليا او اعماشي وحلو لجدا تانت سو شيغنو كلا وين صومكي اي زكدي فرد كودا وخي نسقاما وخا لغا بوخينيا متقناهي سنادي با لغا بوخ سنادي با لغا بوخينيا اعماشا كلا او سو هرتي ثم تؤخذ الاعمال اي سائر الاعمال من الصلاة والزكاة وخا لغو قاديا اما لغو اقبليا على حسب ذلك المذكور في الصلاة حديث كطريقة متعنى تميم الداري وصحيح وقد متعنى وقد صححه الحاكم حديث كشاهد نوولي بإسناد حسن متعنى عند أحمد نوولي هاي ضريق حديث كهرنا كانوا كلاواي ومن لفتي قيسو ضريق غلوكي ماذا حديث كهرى من ضريق يحيى ابن يعمر عند النسائي ترمذنا حديث كهرى أسبا سو ساري من ضريق حديث وحكو سو ساري حديث ابن قبيسة عن أبي هريرة وون التحسيني حديث كمرك حاكم وصحيحي لحديث كهرى وذهبنا وكوافقي دروضة أو كسو أروري متاني الترمذي أكتيد دروضة سيئن وكمتان حاكم كصحيحي يالي إمام ذهبنا وكوافقي حديث كان حديث كورو مركة أمر خاتك عيا لكن بسند تميم الداري بو حديث كان صحيح كياي
وقيبت الدنبوة كان لابد وحا كجرة نين مبابا كجرة حديث كدريقة أبو هريرة مبابا كجرة باب ما جاء في الصلاة في صلاة النافلة النافلة دي صلاة دي دا وحي كويم دا يؤبابي هاي نافلة دي الدكشة دي دا سنة دي الدكشة دي دا وحي كويم دا يؤبابي هاي حيث ما يلقود كذو تصلى المكتوبة مكتوبة دي اللي قد كان أيو صلاة فرض كميشت قد كتت سنة دينا إنت كل قد كتت أظن ملك الأول يجن بحكي مدى يوبابي هاي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية ثقة حافظ عن ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك عن حجاج بن عبيد بن يسار نكان ومجهول عن إبراهيم ابن إسماعيل أسنك نوى مجهول الحال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صوبني وحوري أيعجز أحدكم أحد ينميوك عجزيا إذا صلى هدودك النافلة أن يتقدم ميوك عجزيا إنه هرمر عن موضع فرضه أو كهرمر طلاب انتقاد أو سنمك سنست أو أما سيتأخر عن موضع فرضه أما إنه قد أبح ميوك عجزيا أو ما سينصرف إنه إيشم وقدو كعجزية عن يمينه إلى جهة يمينه وإيشو حق أوبحه أو ما إلى جهة شماله إنه أوبحه مي وقف إنه كعجزية يوسن كعجزين يعني وحو أولجي دي ربقو الصبحة يأولجي دي واسنة دي مفعولك إذا صلى ربع إنه ظاهري إذا صلى أحد كنا دود كذا الصبحة ونافلة دي كدب متغنهي وإذا صلى هدودك عفوا يعني وحول الجدية أي يعجز أحدكم إذا صلى هدودك صلاة فرضك هدودك أن يتقدم عن موضع فرضه أو يتأخر عن موضع فرضه أو ينصرف عن يمينه أو عن شماله وحول الجدية يعني وحول الجدية الصبحة صنة دي بقول الجدية فرضك هدير لقدك ذا نوال وريقيا صنة هدير لقدك ذا لفتد ولا وريقيا لا بضبو ماشي إن لقى وريقا يا صنة أهوى حديث كان مركز سنة كيسالة صدح نمبا كجرته ليث يلا بني ما مشولة كجرته إمام البخاري في التاريخ الكبير وحوري هذا حديث كان لم يثبت ساسور إمام البخاري وفي صحيحنا وكوكينا ترجمة وحوكوكينا مصنف كوليه وكالي بو في صحيح البخاري كوليه وآه إن غفو كدو كان كرو حيث تصلى المكتوبة هل كان مركو كوكينا كتاب الأذان وحوري هذا لم يصح هذا الحديث مركز في التاريخ يو في صحيح متن وفي صحيح لا بد بو كتضعيفي وانا سيده امام البخاري او شيغيو حافظ ابن حجر نفسدي سو في الفتح وحكيرهدا مركه وركا امام البخاري بعدي سو وحو ليهي مركه البخاري لم يصح حديث ابي هريره بو وحو يرهدا حافظكنا وذلك لضعف اسناده والضرابه تفرد به ليث بن ابي سليم وهو ضعيف وقد اختلف في عليه فيه ولب ولسب وخلافي وذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت هذا الحديث ساسو حافظكم مركه كسو غوريا ايو كسو غوريا ما تقنهي في فتحه مركه حديث كان ضعيف لكن حسن لغيره بنقن ياهو متى حديث كلا نوع إيمان دون تؤيديس إن شاء الله وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى ذهل النسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت أبو ضيمة قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال وحوري حدثنا وحان ورمي ابن وهب ثقة حافظ عابد عن عثمان بن عضاء بن أبي مسلم الخراساني نكان وضعيف لكن تابعه عبد العزيز ابن عبد الملك بام متابعي عن أبيه أبيه سلامة غنهي صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس من صغار التابعين أبكاس نوحو كوريا عن المغيرة بن شعبة أيو كوريي أبو داود نوحو ليه لم يدرك المغيرة وهذا إن غدا عبا كجرة وركا متان أبو داود أويري با إمام المنذر دبقل وحوري وما قاله ظاهر أبو داود وحورنا وحم وضوى محيلي فإن عضاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة وهي سنة 50 من الهجرة سنة دي أو دا شيء متى دنتي أو دا شيء مغيرة أو دنتي با متى غنى عضانة دنت أو دا شيء مركة حولي وركة أو شيء غور ظاهرة وايو سنة كين غدا عبا كجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صوباني وحويري لا يصلي الإمام إمام كي دكان مايو المتضوع الولجدة إمام كسنة فلنا ياهو
في مقامه كدك مايو الذي مقامك صلى فيه مقامك دحديسه المكتوبه كدك صلاة الله فرد يلي حتى يتنحى عنه مقامك حقيسه الى او كفغادو كدك مايو نبي يري يوسن كدك انه ماشي هكا وريغو حديثك مان اي كان هوركيان صدفنا لبدوبا وحي توسينيان على مشروعيه انتقال المصلي عن مصلاه انه مصليه سكوريغو اما امامك حدد حديثك ان با عدينا يبا لا يصلي الامام المتضوع كنابا نسكوا أما ما ممكن نفس الديسة وحلقة قادنا عمومكي حديثك أبي هريرة أنصامرني ودهي أي يعجز أحدكم يوك عجزيا مركا ما أموم إيا إمام الله بكوة سوء الله جران مركا إلادنا وحيتها وتكثير موضع العبادة سيد إمام البخاري إيو إمام البخاري الله بدأ بإيكو إليا وحل الدنيا وحوى مواضع ذا أتكد كنيسد إني بدأ تصيبري كوكو مرخاتك عن وصلنا مرك حديثك مركا وحان سوغنا عثمان انه يهي متابع وان كان ضعيفا لكن في السند وحا كجرا نكا متان ان غدع با كجرا ابو داود با كشيغي حافظك مركا وحو يرادا حديث المقيرة في اسناده ان غداع لكن ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى باب اسناد حسن عن علي وحو يغوري علي انه يري من السنة الا يتضوع الامام حتى يتحول من مكانه مركا بهذا حديثك صحيح حسن كا يكي هو رأي كان مركي الله يسكو دارو حديثك وإسكاشان يا فيكون حسنا لغيره وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا كثير بن عبيد بن نمير الحمصي ثقة له معرفة والرحلة قال حدثنا بقية بن وليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء عن أبي عبد الرحمن التميمي مجهول تفرد به المصنف عن عثمان بن عضاء ضعيف هران أصامر نكان عن أبيه من صغار ثقة من صغار صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس من صغار التابعين عن أبيه عن المقيرة انقضاع باكجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيو وريي وعاسم التابعين يا أردد عثمان مركن كان لدى أبو عبد الرحمن التميمي أو مجهول كأه إيمانت عثمان بن عضاء كوريني وها متابعين يا عبد الله بن وهب في السند المتقدم عن عثمان كوريي وأنا عثمان مربنا ولا متابعيه ابن وهب بن هذا ما أنت وأو متابعي عبد الملك نبوب متابعي حديث كمرك الذي سواه من غداعوا مرك روا وحوري أنك اللي راهذو عبد أبو عبد الرحمن التميمي وحوكوري عن عثمان نحوه نحو حديث عبد الله بن وهب عن عثمان باب ما جاء في توضين المكان مكان دقديسي أماك ودانييلا شديسي مكان إن لغا ودان دكتؤول لدغو وحكوية مدايو وبابي هاي مكان كاسو في المسجد مسجد كويالا مكان كاسو يصلي فيه قفكو كدو كانيو قفكو مسجد كينو كياش حال ميل وما هانا ميل كالأوسان كدو كانينين وحكوية مدايو وبابي هاي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد حاء وحدثنا أبو بشر وبكر بن خلف صدوق قال حدثنا يحيى بن سعيد القضاني ثقة متقن إمام قال يحيى يا بكر وحيده لبضبة حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري الأوسي صدوق رمي بالقدر وربما وهم عن أبيه من ثقة تابعين عن تميم بن محمود تابعي لكن فيه لين عن عبد الرحمن بن شبل وصحابي قال صحابي سوحوري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك سبحانه وحو ريبي أين متغانا هاي نبيك سبحانه وحو ريبي عن ثلاث سدح الرمض نبيك ديدي أو أمدك ريبي عن نقرة الغرابي حيد مارك بارك الذي يرد فضي متانا دكيه كوين تيسا نبيك وأو ريبي وحانا لو لجيدا دكها كوين تيسا ريبي وحانا لو لجيدا وكناية عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه في السجود إلا قدر وضع الغراب من قاره فيما يريد أكله قفكو بركو سجودي سيد الدكو وكالو هل مر قوح يراهدو كالي إنو مدح بلو كالي قوصن كو حسيل نبي قوات ديدي هل لغو حسيل وضم أنين هل لهلو وحو كالو نبي قوات ريبي وعن فرشة السبوع الدقاقي دقاقي اسقو قول الشديسة نبي قوات ريبي ومر قفكو سجودي إنو بالبلادة أو متاني أو ركتوى تعلفت دوام من النبي وديدي صلى الله عليه وسلم سيدا ذئب يكلب سميون وكالي أي حصل لك دكتان وكالي قفك سجودي إنو دكتان ما أهنن انتا أمبال لو أقولي هاي وأن يوضين الرجل ننكي إنو كودا ياشنا نبي سوبني وديدي
المكان مكان أو كوضن يشو الذي مكان كاس يصلي فيه وكد كنيه كما يودن البعير سد رتقب أو كوضن يشا مكان أو سن رتقب أو ما فريستو إلا ماشي مبرقيس قديم قابيسو سو أذية سد حوله بحال ما الفرد أي أو يشانه كله مساجد كإن لوجي يشو نبي قديد مربع ميل كدكو تكثيرا لمواضع متى لمتى تكثيرا متى لمواضع العبادة مدك لو حولي حافظ مدك لابن حجر وحول هذا المكي هيك ماذا لو ديدي وحويا أن يؤدي ذلك إلى الشهرة والرياء والسمعة وأنا آفات بوليها فتعين مرك البعد عما أدى إليها مهما أمكن أنت يسور تقلت إن لقفوا هذا مرك قفكوا حل ملي وسن سامي سنين إن وسن سامي سنين إن وسن سامي سنين مرك ولا قفي عين حديث كان صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم المدني صدوق ربما وهم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي صدوق فقيه كان يهم عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي ثقة عن سلامة بن الأكوع أنه سلام كان وحوها يأتي إلى صبحة الضحى وحو ماجري متانا صلاة الضحى سنة ذي ذي مسجد كالنبي وإيماني فيعمد مركزه وقصد يؤدي جري إلى الأسطوانة تيرك وقصد جري تيرك مسجد كوا أسطوانة داسو دون المصحف دون أسطوانة المصحف مصحف أسطوانة دي سكسو كيسا أسطوانة دا مصحف كالجلية أسطوانة كسو كيسا أيو مركز توا سلامة من الأكوع وكدك جري فيصلي مركز وكدك نيا قريبا من الأولو منها أسطوانة دا فأقول له مركزا وحان كله جري وور أن كله هاي أن كلها يي ألا تصليها هنا هل كان ما تكد كتت وأشير وحن إشارة إلى بعض النواحي المسجد مسجد كجهوين كيس قارك من إشارة وأن أنت ما تكد كتت عندها يبور إسنا هل ملبو لازم يي فيقول مركز الصحابي وحده هاي إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان أركي يتحرى هذا المقام ماشان كد ذالي أو صلاة النبي هل كان بكل لازم جري تامرك وحاله لجد حديث كي هوري waxa marka lagu khasisaya haday san jirin haajo qofka ku keenaysa halka meel inuu laazim haday san jirin inuu laazimahi wa karaahi laakin haday jirta dan keenaysa halka meel inuu laazimo sida at-tabarruk bi athari as-salihin ya sida soo kale haday ay jirto taasi marka way banaantay hal meel in laga wadan yeesho sida daradeed imaamu nabi wuxuu leeyahay la ba'sa bi idamati salati fi mawdi'in wahidin idha kana fihi fadlun وأما النهي عن إيضان الرجل موضعا من المسجد لقد نهي وحوية يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه مركة هذه مكانك فضل الديرات إي حاجة لقد ليها درتد لو لازم يلا بأس قاضي عيادة نوحو سوقوريا سلف كون يسكو خلافين في كراهة الإيطان لغير حاجة إيه والاتفاق نوحو سوقوريا عليه للحاجة إن توضين لسامي سكر دي حاجة جرتو سلفكم متفق بوكويا وهذا سيد حديث كان كدري من نوال حديث كان بخاري باسو صاري يا مسلم الله بضبا باب ما جاء وحي مدى يوبابي هاي في أين حقيبة توضع النعل كبه لديقيا إذا خلعت مركي لسيبو في الصلاة عند الصلاة صلاة دا مركي لدكاني أكتدى مركي لسيبو كبه حقا لديقنايا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد الغضاني عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه متان وانا مدلس كانوا لكن صرح بالتحديث عند النسائي وعند أبي داود فانتفت مركز شبهة تدليسه عن محمد بن عباد بن جعفر ثقة من التابعين عن عبد الله بن صفيان القرش المخزومية ثقة من التابعين عن عبد الله بن سائب قال عبد الله بن سائب حوري رأيت رسول الله بن أرك صلى الله عليه وسلم صلى نبي صوبا سجد كذي يوم الفتح ما لنتي فتح مكة ويانه صلاة الصبح أسود كذا النبي أركي فجعل مرك النبي صوبا نعليه اللبدي سكبوت عن يساره بدحديس أيو يالي كبه النبي بدحديس ولكتوى مدكت إلا دقاه ومنهي بدحث النفط إذا وحال دقايا هدي بدحث خالتاي وأما هذا سن بدحد الخالق إنه قفك لأي جوك تاهي وحين نغني سيمين تقفك لأينا دكتد لفتد المركز هو من هو حديث كان ابن خزيمة ابن حبان لابد أبوه الصحيح يالن مركز دين مدقنا لغا من هيو بدحنا قفك أجره
لغه هذا هو استودا يا دغنيسا حديث كان نصوص عدنا لغا فهميا ان شاء الله وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد ثقه ومحمد بن اسماعيل بن سمره الاحمصي ثقه قال لابد بوحي دهن حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا باس به وكان يدلس عن عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد ان كان هو متروك عن ابيه ثقه تغير قبل موته باربع سنين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوباني وحويري ألزم نعليك لبدا ذا كبوت قدميك لبدا ذا قمدود أما لبدا ذا عقود لازم كبها اسك بحنبا فإن خلعتهما ضد بحسنة فاجعلهما بين رجليك لغة هذا دحدو ضيال بدحنا ويكوبا ننت دان لغاجرين وي ولا تجعلهما هيل كبه عن يمينك مدكت هذا هدقن ولا عن يمين صاحبك صاحبك هذا مدكت سن هدقنو بدحت هدير لغاجر صاحبك هذا مدكت سن نقوني صاحب هدقن ولا وراءك قداش هذا هدقنو فتؤذي من خلفك تتكادم بيكوس جود العماشة ما كذاتك قادم بينا هدبنا حرطة متان لغو هذا دحت هذا لغو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كسانتك سننك اللي راهدو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المطروقة كجرة لكن حديثك ابن أبي شيبة أبو داود بن حبان حاكم بيهقي لما أنت تضحي حديثك كسو صارين من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بإسناد صحيح مرك حديثك وحو النقنية حسن لغيره بو النقنية إن شاء الله تعالى عماش أمرك نقول ما ذلك كسكتك متان كتاب الصلاة صلاة ديبا نقول ما تنك سو جنازة إنو لمن تهي مرك وحان سميجرنا خلاصة خلاصة إن شاء الله تعالى رجل الله در مكين نمليها وعشر قدام بينو نقنا إن شاء الله تعالى الله كان نوجه والله سبحانه وتعالى والسواب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.